عايزين نبدأ أخبارنا النهاردة إن شاء الله مع طبعا النادي الأهلي. خبر مهم جدا جدا، بس قبل ما هتكلم على الخبر ده خليني أتكلم على نقطتين مهمين جدا، والنقطتين دول هتفسر حاجات كتير جدا جدا للخبر. النقطة الأولانية، كيف يتعامل النادي الأهلي وإدارات النادي الأهلي على مر العصور مع إدارة الأزمات والمشاكل. إن النادي الأهلي في الفترة الأخيرة قابله تحديات كتيرة جدا وكلنا عارفينها. النادي الأهلي تعامل من خلال مبدأ واحد، وده اللي قلته، مبدأ النادي الأهلي نادي المبادئ والأخلاق، وكمان النادي الأهلي نادي الوطنية. النادي الأهلي بيتعامل مع إدارة الأزمات بشكل حكيم جدا، بشكل احترافي، وبشكل يليق باسم النادي الأهلي. التحديات اللي فاتت كلنا حسيناها وكلنا كنا متابعينها. أنا كنت واحد موجود في الشارع وكان في بعض الأصدقاء، لا النادي الأهلي لازم يتكلم، النادي الأهلي لازم يقابل المشاكل بصوت عالي. مش ده النادي الأهلي، مش ده النادي الأهلي اللي بيقابل الصوت العالي بالصوت العالي. النادي الأهلي بيقابل الصوت العالي بصوت المنطق، بصوت الاحترام، بصوت القانون. وكمان عندنا النادي الأهلي بيتعامل بشكل مباشر جدا من خلال القنوات الشرعية، ودي النقطة اللي هتكلم فيها. علاقة النادي الأهلي بمؤسسات الدولة، علاقة النادي الأهلي من زمن الزمن معروف إن النادي الأهلي هو النادي الذي يحترم الدولة والذي يساند الدولة في جميع مراحلها، إذا كان على المستوى الرياضي وعلى المستوى السياسي والاقتصادي مر العصور، بداية من مجلس إدارة يتبعه مجلس إدارة. إن النادي الأهلي هو، وكان بيتقال زمان النادي الأهلي ده نادي الدولة، هو مش نادي الدولة عشان الدولة مميزة النادي الأهلي عن بقية الأندية، لا، هو نادي الدولة عشان بيحترم الدولة، بيحترم قوانينها، ويحترم جزء كبير جدا 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 من جميع المسؤولين اللي فيها، فهو ده النادي الأهلي. قلت الكلام ده كله علشان الخبر اللي جاي ده، أعتقد خبر مهم جدا كلنا